صباح الخير جميعا. النهاردة عايزة أكمل كلامي معاكو على موضوع الذكاء الإيجابي أو positive intelligence. أنا عملت عليه أكتر من فيديو قبل كده وشرحت يعني إيه كلمة ذكاء إيجابي، وشرحت حتى من ناحية علوم الأعصاب فين الجزء اللي في مخنا المعني بتفعيل الذكاء الإيجابي، وفين الجزء التاني اللي ممكن يكون متسبب في الاختطاف أو القرصنة العاطفية اللي بتحصل لنا. طيب ليه عايزة أتكلم في الموضوع ده؟ لأنه الأيام دي الحقيقة COVID-19 شادت حيله، وزي ما احنا شايفين يوروب بتقفل، الأوضاع طبعاً سايبانة في حالة من الأنكزايتي والتوتر، والضغوطات النفسية عالية جداً جداً. ومن هنا أنا شايفة أنه مهم جداً أن احنا نعمل كنترول على الستريس ليفل بتاعتنا. فخلينا نشوف بعض الأدوات البسيطة جداً اللي ممكن نستخدمها علشان نفعل الجزء الإيجابي اللي هو بنسميه الرايت برين أو الناحية اليمنى من المخ. فخلينا نشوف ممكن إزاي نعمل ده. طيب أول تكنيك حابة أن أنا أتكلم فيه تكنيك مبسط جداً اسمه الفايف فينجر بريذنج تكنيك، أو أسلوب الخمس أصابع للتنفس. طبعا احنا عارفين انه التنفس الصحيح العميق من الادوات المهمه جدا جدا عشان نتحكم في الستريس ليفل او مستوى الضغط العصبي اللي عندنا. فخلينا نشوف نعمل ده ازاي. هنفتح ايدينا، الايد اليمنى او اليسرى it doesn't matter، وبنستخدم الاندكس فينجر تبع بتاع الايد الثانيه عشان نعمل عمليه تريسنج للخمس اصابع ونعمل سينكرونايزيشن او بالتزامن مع التنفس. فخلينا نشوف هنعمل ده ازاي. بنبدأ من البينكي فينجر أو الصباع الصغير، وبنبدأ بالناحية الخارجية للصباع الصغير. بنتنفس إنهيل شهيق، ومع الشهيق بنبتدي نحرك الإبهام بتاع الإيد التانية بمنتهى البطء بالتزامن مع النفس. فإنهيلينج هنا شهيق شهيق شهيق، أدي آخر الشهيق. بنلف نبتدي في الزفير بتاعنا، وزي ما أنتوا شايفيني بعمل تريسين كده للصباع، وبعدين ابتدي تاني انهيلينج شهيق، وبعدين نبتدي ننزل زفير، وهكذا بنبتدي نكرر نفس الحركة دي هي بالطالع والنازل. واحنا بنعمل ده هنركز كومبليتلي على ايه الاحساس الفيزيكال البيولوجيكال اللي انا حساه في جسمي، بمعنى احس باللمسة دي بتاعت صباعي للأصابع بتاعت الايد الاخرى. انا حاسس بايه بالظبط؟ التكستشر، السكن او الجلد نفسه احساسه ايه، وفي نفس الوقت ابتدي اركز في السنسيشنز دي هي المشاعر دي تماما بكل حواسي مع النفس. لما بنعمل ده بنبتدي ان احنا نشجع البرين اكتيفيتي او النشاط الدماغي بتاعنا ان هو يهدى تماما، وبالتالي ببتدي انا اركز على النفس وبفعل حاجه اسمها الباراسيمباثيتك نيرفس سيستم او الجهاز العصبي الغير انفعالي. ده بيخلينا نبتدي ايه عمليه من الهدوء، زي بالظبط موجه من الهدوء كده بتغسلنا تماما وبتصفي اذهاننا. فدي طريقه رائعه جدا وبنقدر ان احنا نكررها اكتر من مره، زي ما قلت، مع التركيز تماما على الاحاسيس والمشاعر هنا الفيزيكال البيولوجيكال اللي احنا بنحسها. فده بيهدي عمليه ايه الافكار او المونكي برين زي ما بنسميه. فده تكنيك. تكنيك تاني بيساعدنا جدا جدا هو التركيز على الاشياء اللي احنا بنحمد ربنا عليها. بمعنى ايه؟ ايه ثلاث اشياء او اشخاص او كومبينيشن من الاثنين موجودين في حياتنا اللي احنا grateful او ممتنين لوجودهم، ونكتب الكلام ده. لان احنا لما الافكار بتطلع من دماغنا زي ما بيقولوا thoughts become things، يعني بتتحول ايه لطاقة ايجابية ملموسة. اوكي، فنكتب ثلاث اشياء احنا ممتنين ليها وبنحمد ربنا عليها، ويا ريت تشجعوا كمان افراد عيلتكم ان هم يعملوا نفس الشيء، اولادكم يعني ابداوا في فتح الحوار ده، شركاء حياتكم، الفاميلي بتاعتكم، الاشخاص الغاليين عليكم، ايه الاشياء اللي بتحمد ربنا عليها. ده بيخلينا نعمل شيفت من الجزء في مخنا اللي بيعمل حالة القرصنة الانفعالية دي للجزء الإيجابي بتاع البوزيتيف انتليجنس اللي كلمتكم عنها. حاجة كمان نقدر نعملها هي act of kindness. يعني ايه act of kindness؟ يعني اعمل فعل خير في يومي.
كل يوم اعمل حاجه صغيره جدا. الاكت اوف كايندنس دي على فكره ممكن تكون ابتسامه سيمبل، احيي شخص يمكن ما هوش انا، بالنسبه لي ما هوش مهم في حياتي خالص، ممكن السايس اللي واقف في الشارع، ممكن يكون الشخص اللي بيعمل لي شاي او قهوه في شغلي، جار نزل معايا في الاسانسور، يعني حد بسيط جدا جدا احييه واعمل معاه حاجه لطيفه، اخليه يخش قدامي، اشيل منه حاجه تقيله، اي حاجه من الاشياء اللي كانوا اهالينا بيعلموها لنا واحنا صغيرين، اساعد حد. اي اكت اوف كايندنس مش ضروري ابدا على فكره ان هي تبقى بفلوس او بشيء عيني، بس بمعناها. فياريت ان احنا نحاول نعمل ده، وبرضو نشجع الناس الغاليين علينا واللي حوالينا في مجتمعنا ان هم يعملوا نفس الشيء. العلم اثبت انه لما بنعمل شيء خير ده بيخلينا ان احنا نشعر الجود فيلينج، ها زي هرمونات السعاده كده، ده بيريليس او بيخلي كيماويات معينه اللي هي بتاعه السعاده والرضا تفرز من عقلنا. اوكي، فدي حاجه كمان ياريت انكم تعملوها. وزي ما قلت لكم الابتسامه، الابتسامه صدقه. اوكي، حاجه كمان مهمه جدا ممكن تساعدنا في الظروف اللي احنا فيها علشان نعمل كنترول على الستريس ليفل بتاعتنا، ان احنا نفكر في ال24 ساعه في نهايه اليوم كده، يومي ده ال24 ساعه دي ايه كان نقول خبره او تجربه انا عديت بيها في خلال اليوم ليها معنى ومغزى في يومي ده، meaningful experience. اوكي، ايه دي؟ كانت ايه النهارده؟ كان ممكن تبقى اي حاجه، حد ساعدته، حد اتكلمت معاه، حد اتعلمت منه حاجه، اديت فيدباك او ايه، علمت حد حاجه، ايا كانت. كل واحد فينا طبعا عنده خبره مختلفه تماما، فايه كانت التجربه ذات المعنى اللي انا مريت بيها النهارده؟ ويا ريت ندونها، لانه فكره الجورنالينج او ان انا يبقى عندي مدونه بكتب فيها التجارب بتاعتي وملاحظاتي والومضات بتاعتي مهمه جدا جدا علشان نقدر ان احنا ننمو. وأجان كل الأمور دي بتساعدنا زي ما أنا قلت في الأول على التحكم في ضغوطاتنا، بتساعدنا على إن إحنا نقلل ونحد من حالة التوتر اللي موجودة نتيجة الظروف اللي إحنا موجودين فيها. أتمنى إن يكون التيبس دي هي نفعتكم، وبليز اللي يجرب حاجة فيها ياريت يشاركنا كان إيه وقعها عليه وتعلم منها إيه.